جايز كيفكم؟ انا حنان قناة حلقة. اليوم الفيديو راح يكون عن نرسم لا الالوان. فلا عنا الوان وعنا فرشاية وعنا مية وعنا هاي المحرمة. وهلا انا هاي رسمتي الكب كيك كيوت. أكاو أنا رجع رسمته، أنا الرسمة حصان. فا خلينا نبلش. طبعا عنا فرشاي واحدة، فأنا راح أبلش أول وأنتوا راح تكتبوا بالكومنت من أحلى. راح أحكي لكم من الكومنت آخر إشي اللي ما بعرفه الكومنت. طبعا لازم نحط أول إشي المي، صارت مي. هلا أول لون بحتاجه هو لون الأصفر. استاذ يفتح. اي فتح عليه جلتر لون احمر. فهلا خليني الون وبرجع لكم. فهلا خلصت من لون الاصفر، هي هيك. طبعا اذا تسألوا شو المحرمة، اذا طلعنا اشي زيادة هي. هلا تاني لون بدي استعمله لون زهري. واو لكتر اللون لون السكني. اوكي فرح ارجع لكم. جايز خلصت من اللون الزهري، راح ارجعكم كيف. حلو. فا ال هذا اخر يوم عندنا بنابلس. كمان شوي راح نروح على الخليج. فعملت فيديو بسرعة، طولت عليكم لانه كان عندنا كتير 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 عزايم. هلا تالت لون راح استعمل اللون احمر على جلتر برد السكني. هي طبعاً حاطين فيه قليل زي الخمر الأحمر، هذا غامق يعني أحمر غامق. طبعاً راح ألون في التم والخدود. هيني خلصت. أوكي فهلا هيا حلوة صح. فهلا اللون الثاني هاستعمله اللي هو لون الكريمة اللي فوق. لا هاستعمل لون احمر كمان للفراولات. هاي وهاي وهاي وبعدين اعمل هداية التنتان الخضر اللي تحت هون وهون 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 ونقط معها هيك. هلا راح استعمل يعني لون احمر ثاني مرة وبعدين لون اخضر. فراح لما اخلص اللون الاحمر واللون الاخضر راح اوريكم، مش بس اللون الاحمر. اوكي باي باي. فاك هي شوفوا حلوة. هلا راح اعمل الكريمة اللي فوق، راح الونها باللون ال ام 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 لحظة لون اسرع. لا المعلقة راح الون واحدة زرقاء واحدة لما استعملنا برتقالي. اوكي المعلقة هذول التنتين بس مبينين خطوطه ما ادري التنتين. اوكي راح ارجع لكم. ف شوفوا حلوة. لا بس ضايلي هدول الكريمات كلهم كريم. فهون راح الون هاي الكريمة. اي ثينك راح الونها هاي اللي فوق راح الونها اصفر وهون زهري. هنا بالوسط صراحة ما بعرف راح احكي لكم، بس هون قلت لكم راح الونها اصفر. راح الون هون اصفر وبورجيكم كيف هتعمل. تعمل ليمون. خلص بسرعة. هلا الاصفر فيه جلتر احمر قلت لكم اي ثينك. الكريمة راح اخلصها بسرعة. هنا قربت اخلص هالكوس يا بنتي ابي تاني فينشت خلصتها. هلا هون قلت لكم ما بعرف. هلا هون رح لونها زهري. فا
هلا ما اظن رح تاخذ مني وقت كثير، بس حتاخذ وقت برضه. هنورجيكم شلون المي، هي زي عصفار شوي عصفار. راح انا الكريمة اللي تحت، بس سكرت الزهرة انا. بون ابيتيت. بدي اخلص هان. عرفت لونه، لون ازرق طبعا، هذا كحلي بس انا بقول له ازرق، ما بحب اسمه كثير عشان كحلي شنو لونه، بس ده اسمه فرح انا كحلي. او ماي جاد، خلطت مع شوي زهري، بخبص شوي اللون، صار افتح. اتخلص فا اخيرا خلصت. اعتقد انها حلوة، بس انا جلعت الاخضر، راح احط لها كمان زهري. امسح شوي وارجع احط على زهري، اعطيني احط على زهري وارجع لكم. فهي نزبطها، وهون اكتب حلا بالانجليش. شو رايكم، حلوة حلوة؟ فرح اكتب حلا باللون الاصفر، اللون الزهري والاصفر وكحلي. اسمعي اتش، انا بقول له خلصيني خلصيني، ليش هيك صار؟ خلص تقول له خلصيني خلصيني، زحقتني. لا تسكراش، لا حلالة. أنا اسمي حلا مش حلالة. حلالة لا، حلالة لا، حلالة. طيب نعم يا نانور. طيب انت اسمك نانور. خلص 7 دقائق، 7 دقائق راح ارسم باللون الكحلي. هلا بتشوفوا كيف. ف هي هلا، انتوا عندكم بالشقلب دائما، عندكم كل شيء بالشقلب، بس انا مش بالشقلب. شوفوا هلا، شوفوا اللوك النهائي. هلا دور انور، لانه ما في كتير وقت للفيديو لانه راح يكون كتير طويل، فلما انور يخلص كله حتى راح نورجيكم. اوكي، وراح نرجع لكم. جايز بدي احكي لكم شغله، انه راح اعمل لكم فيديو اليوم، حينزل 6 بتوقيت فلسطين، او 7 حتى، كيف تعمل سلايم، فانتظروا خلينا نشوف شو انا عارف بعمل، بس لسه ما خلص طبعا. اشوف شو اعمل هلا، يعني مش كتير، بس انه اعمل اداء من جيد ولا عم حسن نسوي. خلينا اوريكم لما يخلص انور. خلص، شوفوا 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 يا حبيبي، صح حلو، منو احلى بكم؟ هاي بتاعتي، هاي بتاعت انور. دوري اكتب انور، بس استنى شوي. انور كتب اسمي، خطه مشكلتي. هاي بتاعت انور، وهاي بتاعتي،
من أحلى. اكتبوا رأيكم بالكومنتات. أنا تات أنا ورا مخبز أصلا نايتات أنا ورا نايتات. يمكن أنا تات مخبز بس أنا لا حلوة. أنور أنت شو بتقول عن التاتا؟ جميلة. أوكي مش أنت تتوقع رأيك أنا ولا أنت راح تفوز؟ أنا بقول أنا راح أفوز. أنا بقول راح الكومنت بيكون تحت كل الفيديوهات، بيكون في دوارة قدامها خط بيكون مكتوب حرف أي حدا من عيلتكم زي أنكم أو أبوكم أو حدا أو حرف اسمكم زي أنا حلا أو صورة، وبعدين اكتبوا اللي بدكم إياه. وهلا أنتوا اكتبوا مين أحلى، تاتي لبتاعت أنور. هاي آخر لقطة وبس. باي باي. إذا ما بتعرفوا اسمي أنا حلا وهو أنور. إذا ما بتعرفوا اكتبوا حصان وكب كيك. باي باي. ولا انسوا إذا عجبكم هذا الفيديو كمان لايك وشير وسبسكرايب وكمان انسوا الهاشتاج 50 حلقة لا تنسوا مشترك وبس. باي.